كان ينبوع الحياة. مرحبا بكم أحباء المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. أصلي من كل قلبي أن نور المسيح من خلال كلماته يشق في كل نفس وكل شخص، سواء بتشاهدنا على التلفزيون أو على الفيسبوك أو بأي طريقة. مرحب بك عزيزي المشاهد. حلقتنا النهاردة بعنوان اعرف شبابك، سواء بنكلم كل شاب اعرف سن شبابك أو بنكلم الكبار اعرف الشباب اللي عندكم. سعيد جدا جدا ويعلم الرب مقدار سعادتي ان ضيفي هو صديق واكثر من صديق، اخويا الحبيب المهندس عصام خليل. اهلا بك يا اخويا عصام. اهلا بك يا عصام. الاخ عصام خليل يعني اكيد كتير مشاهدين يعرفوه، له برامج كثيره لكن تخصص من سنين طويله لخدمه الشباب. علشان كده بجد اصلي من كل قلبي النهارده الكلام اللي نسمعه هو كلام اختباري، وهو يعني 30-40 سنة بيخدم الشباب، فكل الكلام ده طالع من دراسات وطبعا دارس الكلام ده، لكن أيضا من خبرات، وأهم حاجة خبراته في الكتاب المقدس كلمة الله. دي مقدمة بس عايز أقولها بإخلاص عشان كل مشاهديننا يركزوا في كل ما يقال. مرة تاني خلينا نرحب بضيفنا الغالي أخونا عصام. أهلا بك يا عصام. أهلا بك، شكرا أنك اديتنا الوقت ده. رب يبارك. طب اسمحونا أحباء المشاهدين نقرأ ثلاث آيات من سفر المزامير، مزمور 137، المزمور 127، 127، وهنقرأ من عدد 3. هوذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب. هركز مرة تاني على عدد 13. هوذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرته البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. خلنا مرة تاني نرحب بأخونا عصام ونقول له اختياره بالعنوان اعرف شبابك ايه المقصود. يعني هو الآيات اللي حضرتك قريتها في حد ذاتها تقول لنا إيه؟ يعني كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، طوبى لمن ملأ جعبته منه. نعم. يعني موجودين عنده، ما راحوش منه، ما بعدوش عنه، بيقدر يستغل طاقتهم. وولادنا وشبابنا أهم حاجة في القصة هم في إيدين مين؟ نعم. إذا كانوا في إيدين أمينة يبقوا في إيدين جبار، يا إما ياخدهم جبار تاني يستخدمهم بطريقة صعبة ومرة. تقصد الشيطان؟ الشيطان طبعا. فاحنا بنصلي ان شبابنا يكونوا في ايدين الرب كسهام بيد جبار هكذا ابناء الشبيبة. امين. في نفس الوقت احنا لينا دور. نعم. لان بيقول طوبى لمن ملأ جعبته منهم، يعني انا ليا دور ان انا اعمل كده. نعم. انهم يبقوا في كيانات الجعبة اللي هي الحاجة اللي بيشيل فيها السهام الواحد. نعم. بدل ما سيبها تتبعتر يمين وشمال، انا عليا دور كتابيا. ان كنت اب، ان كنت قائد اجتماع شباب، إن كنت أي شخص في الكنيسة ليا دور مع الشباب اللي موجودين. وحتى لو أنا نفسي شاب قاعد، أعرف إزاي أنا أكون في يد الرب. أكيد أكيد. طيب يعني إزاي بقى نملأ جعبتنا منهم زي الآية بتقول؟ هو زي عنوان حلقتنا أعرف شبابك. إحنا محتاجين أحيانا في حاجات لأننا مش عارفينها أو مش باصين عليها بشكل وبتركيز كويس، ما بنعرفش نتعامل معاها. يعني أنا بفتكر ان معظمنا لما بيجيب اجهزه جديده ما بيقراش الدليل التشغيل، فممكن يقعد سنين ما يعرفش ان المكنه الجديده اللي هو جابها دي ممكن تعمل له حاجه مفيده هو ما بيعملهاش للاسف. ليه؟ لانه ما قراش الكتالوج دليل الاستخدام دوت. لكن لما بيعرف، اولا بيتفادى انه يؤذي المكنه دي. صحيح. وكمان بيستفيد بها بالطاقه القصوى. صحيح. عشان كده نفسي الفكره بتاعتنا النهارده او كلامي ان انا اتكلم عن سمات السن دوت، سن الشباب، بسمة أخص سن المراهقة اللي هو أكتر وقت إحنا بنخسر شبابنا فيه، لأنه السن اللي هو بتاع أواخر إعدادي وأوائل ثانوي
لو ما عرفناش نحوط عليهم ويكونوا معانا ويكونوا تبعنا، هيجوا في جامعة طبعا ما نلاقيهمش موجودين معانا صحيح للأسف. ولكن يعني كمان بنقول للمشاهدين ان احنا هنعمم الكلام لكل الشباب، يعني أكيد. عن كل الشباب علشان يبقى ما فقدناش مشاهد يستفيد هو منه. الكلام ينطبق على الكل، لكن بيبان بالقوة بتاعته في نعم. السن الأصغر اللي هي في البدايات في البدايات بتاعت السن دوت. أنا حابب أتكلم عن السن دوت لما كنت أنا وحضرتك في سن المراهقة، تمام. لأن احنا بننسى كتير، محتاجين نفكر روحنا لما بنيجي نتعامل مع شباب في السن دوت، بننسى ان احنا في يوم من الايام كنا عدينا زيهم بالمشاكل دي صح بالظبط، عندنا مشاكل كتيره. لكن كمان عايز اتكلم على ايه اللي عمله العصر الحالي في شبابنا، وايه التغييرات اللي ضغوط عملته، غير اللي احنا تعرضنا لهم في حاجات واحنا احنا ما عدناش طبعا. بيها، هم بيعدوا بيها. انا برضو لسه شباب يا عصام يعني. كل نوع من الشباب مختلف. تمام. وبعدين نتكلم مع بعض في ايه اللي منتظره الشاب مننا ومحتاجه مننا. يعني كمان بنجاوب على سؤال مهم جدا، ليه الشباب تركوا كنايسنا وتركوا بيوتنا وتركوا يعني خضوعهم لابوهم وامهم، حتى لو ما تركوهوش جسمانيا، يعني مش ساب البيت ومشي، دماغه وقلبه مش في البيت خلاص، ودي مشكلة كبيرة. تمام. وعلى فكرة انا قلت لحضرتك قبل الهوا انه احنا ايا كان عنوان حلقاتنا هنا، احنا لينا بتاع 4 سنين في البرنامج ده، دايما الاسئلة اللي بتيجي من المشاهدين اغلبها بخصوص البيت، فاحنا بنتكلم عن حاجة اظن يعني في قلب صميم احتياجات المشاهدين. الحقيقة البيت غالي على قلب الله جدا، ومن البداية العائلة او الاسرة جزء لا يتجزأ من فكر الله، وجزء مهم جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد بنشوف الأهمية بتاعة العائلة والأسرة. عشان كده بصلي من قلبي أنه كل الناس اللي بيحبوا الرب وقريبين منه ياخدوا بالهم من عائلتهم، وبصلي أن اللي عائلتهم تعبانة يرجعوا للرب، يمكن هو ده الحل الحقيقي لمشاكلهم. يعني إذا في حد بيته تعبان ممكن يكون السبب أنه هو يعني أموره الروحية مش منظبطة، يعني ممكن لو أطراف البيت وبصفة خاصة رأسي البيت الأب والأم مش مؤمنين حقيقيين بالمسيح، القواعد اللي بتحكمهم هتتعبهم وهتتعب ولادهم. صحيح. أو مؤمنين وناسين المبادئ بتاعت الكتاب المقدس، ما برضو هيتعبوا روحهم. فالرجوع صحيح. إلى الله في كل الأحوال هو الحل للعائلة. أمين. نتكلم نبدأ في بقى السمات. عن السمات، إيه هي يعني إيه السمات؟ زي مثلا أم بتصرخ، أب بيصرخ ارحمني ابني مراهق، ارحمني بنتي مراهقة، تقول لهم إيه السمات دي؟ أقول لهم تعالوا نفهمهم، ولما نفهمهم هنساعدهم وهنساعد روحنا كتير. تمام. يعني أول سمة عشان بس نحس بالمعاناة اللي هم فيهم ونقرب منهم بشكل مناسب، يعني إحنا بنقول كلمة بسيطة جدا. أول لما تقول مراهقة أول سمات هي تقول التغيير. الولد أو البنت في سن المراهقة من شهر للتاني في تغيير في جسمه، بيطول، بيبان عليه سمات معينة بتقول ان هو رايح ناحية البلوغ، سواء كرجل او كامرأة رايحين للسكة ديت. الكلمة اللي بنقولها ببساطة ديت التغيير ديت، هي الحقيقة مش بالبساطة ديت، لان التغيير دوت بيشكل عبء شديد جدا عليه في حاجات صغيرة وحاجات كبيرة. يعني على سبيل المثال تغيير الشكل، يطلع له دقن، يطلع له دقن، البنت مناخيرها تكبر، الحاجات دي بتحصل في مرحلة المراهقة أحيانا. فيبقى عنده مشكلة هو رايح لفين. صحيح. كمان عنده مشكلة تانية، المشكلة التانية دي إن هو من أكتر الحاجات اللي بتنمو فيه هي أطرافه، إيديه ورجليه، وبتنمو بسرعة أكتر من الجهاز العصبي المركزي اللي بيصدر الأوامر للإيدين والرجلين، فتلاقيه ماشي اللي احنا نسميها مش على بعضه، متلخبط. ليه؟ لأنه هي مش مسألة مش على بعضه، هو مش عايز يمشي كده، محدش بيحب يمشي يخبط في الحاجات، محدش بيحب يكسر الكوبايات، لكن كل الحاجات دي نشأة عنده من ان هو في لخبطة في النمو عنده، في حاجة بتنمو أسرع من حاجة، وبالتالي الأداء العام بتاعته عنده مشكلة. علينا أن نستوعب ده ونقبله جدا، وهنتكلم طبعا في يعني أساس حلقتنا نتكلم عن إزاي نواجه ده. يعني مش يسمع بقى الكلمة بتاعت ما أنت كوباية لو تعرف تمنها كام، ما كنتش كسرتها والكلام ده كله. لا، أنا ممكن أسمعه حاجة تانية، أقول له أنت بيحصل معاك كده، فاتأكد أن الكوباية أنت حطيتها على الترابيزة، عشان تبقى أنت بتتعامل مع جسمك بطريقة مظبوطة، تبقى فاهمها صح. في مشكلة تانية، وهو بيتغير اكتر حاجه، الحاجه اللي بيستخدمها ربنا عشان النمو في الجسم هو الهرمونات طبعا، والهرمونات بتعمل تقليب في المزاج مرعب طبعا.
الأطباء يفهموا الكلام دوت، والأخوات والستات يفهموا الكلام ده كويس جدا. فهو بيحصل عنده أحيانا لخبطة، يلاقي روحه مبسوط جدا مرة وزعلان جدا مرة، لا عارف السبب بتاع دي ولا عارف السبب بتاع دي. واحنا كمان مش عارفين، لما نبقى مش عارفين بنحس ان هو مش طبيعي وهو بيحس ان هو مش طبيعي، في حين ده طبيعي جدا، بس هو محتاج يتعلم ازاي يتعامل معاه. مش بس اتغير جسمانيا، هو بيتغير كمان نفسيا. فهو في مرحلة لا هو طفل ولا هو شاب كبير ولا هو شاب كبير، أو هو في حاجة في النص، لا قادر يعيش كده ولا قادر يعيش كده. مرحلة السلم ديت مزعجة جدا، ولا سيما ان المجتمع كمان بيتعامل معاه بالطريقة ديت. هو مرات تلاقي المجتمع يقول له انت كبرت، مرات تانية يقول له انت لسه ما كبرتش. هو خارج مدارس الأحد وهو لسه في اجتماع شباب ما بين البنين. بالظبط، نفسيا واجتماعيا التغيير دوت بيعمل لود شديد جدا عليه، لما يلاقي روحه ان هو مضغوط عليه من جسمه، ومن هو مش فاهم ايه اللي بيحصل معاه. مشكلة كبيرة جدا ان هو مش فاهم ايه اللي بيحصل معاه، محتاج حد يكون قريب منه ويفهمه ايه اللي بيحصل، هو نفسه يكون فاهم الحد دوت، الاب والام والقائد في الاجتماع والناس القريبين المهتمين بالشباب يكونوا فاهمين كويس جدا ايه اللي بيحصل معاه ويفهموه. لانه لما بيحصل الكلام دوت هو هيرتاح واحنا نرتاح معاه، وهنمشي معاه المشوار دوت بطريقة جميلة جدا لحد ما يوصل للمرحلة الام لازم تفهم بنتها، ولا الاب يفهم ابنه. تمام تمام. هو الحقيقة يعني أكتر ناس محتاجينهم الشباب في الوقت ده هو الأب والأم. تمام، ويمكن دي هنجيلها في وقت في كلام مهم بعد كده. يبقى النقطة الأولى التغيير، وحتى احنا بالنسبة لنا ككبار يعني، ده أنا لو هغير مكان سكني، يعني التغيير عامة هو موضوع صعب، فتخيل من طفولة لشباب تغيير جامد، وتغيير يعني ليه مردود عند المجتمع كمان. صحيح. ده بيقودنا النقطة تانية، إن هو في الوقت دوت السن ده بنسميه سن البحث عن الهوية، أنا مين، بعمل إيه في الدنيا ديت، ودي مرحلة ما هيش سهلة مطلقا. عشان كده بيطلع منه شوية تصرفات أحيانا غريبة، مثلا ممكن يزعق. هو مش بيزعق عشان يتخانق، هو عايز يثبت لنفسه أنه موجود، وأن وجوده دوت بيأثر بشكل أو بآخر. بس أمه هتنزعج أول ما يزعق، ما والأب هينزعج، هتنزعج لو مش فاهمة النقطة دي. لكن لو فاهمة أنه هو في نوع من انواع البحث عن الذات معاه، وهي تدور معاه في مواهبه، في هو بيعيش ازاي وبيعيش ليه، وتحسسه بكينونته ان هو شخص متميز لقيمته عندها وعند ابوه وفي كل مجال. القصه ديت هتعدي، يعني انا زي ما نكون حطينا بلسم على جرح ملتهب. نعم. فبنهدي الامور بالدنيا لما احنا بنفهم. يعني دي الفكره بتاعتنا في كل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، لما هنفهمهم هنريحهم وهنريح نفسنا كمان. فهو بيدور على انا مين ودوري في الدنيا ايه. الحقيقه انا لو رحت، انا ما عنديش حد احلى ولا اجمل من الله اتعلم منه الحقيقه. طبعا. فالله من زمان بيقول الواحد فينا انا عارفك انت مين وليك خطه عندي. عندي جزء من الكتاب من الاجزاء الغاليه على قلبي قوي، اشعياء 43، لما الرب بيكلم يعقوب كشعب بيقول لهم دعوتك باسمك انت لي، انت شخص لك قيمتك، صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. اداله الغلاوه بتاعته، هو عرف هو مين. هو مين؟ انا لما اعرف ان انا غالي على ابويا وامي، لما اعرف ان انا غالي على ابويا وامي الارضيين، سهل ان هم يوصلوني اني غالي على ابويا السماوي كمان. نعم. وتبقى اجمل بشره واجمل بشاره ممكن اكون بقدمها لابني لما اقدم له كده. لكن مش بس كده، يقول له كمان ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. عايز يقول له ليك هدف، وليك هدف، وعندي استعداد ان انا ادعمك. اذا كنت اعمى اخرج الشعب الاعمى وله عيون، اذا كنت اصم والاصم وله اذان. فكانه من البدايه احسن واحد بيعلمني هو القصه ديت. اشعر ابنك بقيمته ودور معاه على غرض حياته وهدف حياته. تمام. يعني كده كان احنا قلنا حاجتين من سمات السن ده، اول حاجة التغيير، تاني حاجة البحث عن الهوية. هو بيقول انا مين وانا ليه. تمام. انا مين وانا ليه. وحضرتك جبت مثال، الله هو اللي بيعرفنا هويتنا، وانا كأب وام لازم يعني انقل الصورة ديت للمراهق، لابني والبنت، او كمدرب كخادم في اجتماع الشباب، كواعظ، كخادمة. الحاجة التالتة بقى من الحاجات بقى اللي هي ما بنحبهاش كلنا، انه ده سن التمرد على السلطة. يعني اي حاجة تبقى في صورة سلطة، السلطة يعني واحد بيصدر قوانين ملزمة. الحقيقة الاب والام ليهم سلطة من الله ان هم يقودوا البيت طبعا،
والمدرسين في المدرسة ليهم سلطة من الحكومة ان هم يقودوا المدرسة. تمام. وهكذا. والمدير وال بس المشكلة ان هو بيتمرد على السلطة من ناحية لانه بيدور على الهوية بتاعته، لكن من ناحية تانية لان عنده مشكلة اسمها تكوين القناعات الشخصية، ودي حاجة ربنا حطتها فيه. يعني هو بعد شوية هيبقى مسؤول بنسبة 100% عن كل قراراته وكل التصرفات اللي هتصرفها. طيب القرارات دي بتيجي من قناعات، انا مقتنع بان ايه الصح وايه الغلط، مقتنع بان ايه اللي عمله وايه اللي ما عملوش. زمان وهو طفل كان بياخد قناعاته من ابويه ويبقى مطمن تماما ان اللي بيقولوه هما هو مبسوط جدا، ما عندوش اي مشكله بيه، رغم انه حتى هو طفل خالص برضه بيتمرد ولا ويبكي واول كلمه يقولها لا. بس الفرق كبير في التمرد. الفرق كبير جدا ما بين تمرد الطفل اللي ممكن تسايسه بحاجه حلوه او بمجرد اي وعد وهجيب لك الحاجه الفلانيه دي، وتمرد المراهق. تمرد المراهق حاجه تانية خالص. تمام. تاني عايز اوضح ليه، لان هو جاي من فكره ان هو بيكون قناعاته الشخصيه، فحاجة من الآليات الطبيعية اللي بتحصل معاه وهو بيكون القناعات بتاعته ديت ان هو بيفترض ان كل اللي اتقال له غلط. يعني ما نسميه باي ترايل اند ايرور، حتى في المشي هو هنا في القناعات بيبدا يكون بانه فهو عايز يعرف اساسا سلطة ابوه صح ولا لا، سلطة الله دي صح ولا لا، سلطة المدرس ده صح ولا لا، مين قال ان اللي هم بيقولوا دوت صح. صحيح. فده بيعمل عنده نوع من الصراع الداخلي مع بحثه عن الهوية، فبيترجم في المعاملة مع السلطة، مع أي سلطة بالنسبة له بيترجم في المعاملة ديت على اعتبار أنه هو نوع من التمرد. تمام. وإذا إحنا تفهمنا هذا الوضع وابتدينا نتعامل مع عقله، طب أنت بتكون قناعاتك، أنا كل اللي أقدر أعمله معاك النهاردة أن أنا أقول لك أفكار تفكر أنت فيها وتكون قناعاتك. طيب لما كل شوية، معلش لأن أنا يعني وإنت طبعا يعني كل الخدام، انا راجع لسه مثلا خلال الاسبوع اللي فات 5-6 امهات بيصرخوا، الواد بيقول بالذات واحنا كنا في امريكا ولا في اي رحله او هنا حتى في مصر ما بقيش في فرق بين المكان، لسه ام بتبكي، الواد بيقول لي لا هو برضه في سن 14-15 وانا خايفه وبيتمرد عليا وبحاول اقنعه ويقول لي لا. طب هي هتعمل ايه لما يقول لها لا؟ هو انا بس عايز اسال الاب او الام دول، انت بتحاول تقنعه ولا بتحاول تنقل له رايك كوبي وبيست؟ طب وضح لنا في فرق. يعني في فرق ان انا بحاول اقنعك نوصل مع بعض الافضل ليك انت. تمام. لانه دايما انا وابني مختلفين في حاجات. تمام. فلازم اسمح بمساحه من الاختلاف. انا مش بتكلم على الاساسيات طبعا. تمام. ما بقولش ان انا لازم امشي في الشارع وهو ممكن يعدي قدام العربيه، لانه العربيه هتاذيه وهتاذيني، دي حاجه ثابته. لكن في حاجات في الذوق، في اختيار الكارير بعد كده، الالوان هو بيخش فيه، الالوان، طريقه اللبس والحاجات دي كلها. احنا الحقيقه احيانا بنبقى شايفين العالم من منظور، من شباك صغير احنا عايشين منه، وعايزين نخليه تفت في الشباك دوت، في الحته الصغيره ديت. طب ما هو انا بس يعني مش قصدي اقول حاجه، لكن قصدي اخد، لان اكيد في اتصالات هتيجي فباخد علشان نفهم يعني مكان المشاهد. طب هتقول لك طب ما هو البنت عايزه تلبس لبس غير لائق بالثقافه بتاعتنا، او مثلا مثلا بالحشمه اللي في الكتاب مثلا، او في حاجات طبعا عاديه بس في البعض في الثقافات، مثلا ولد عاوز يربي دقنه، انا شايف انه يربي دقنه ما فيهوش حاجه، بس في البعض في مشاكل كبيره بين اب وابنه عشان ولد عايز يربي دقنه. أنا كمثال، انا مطلوب عليا اني ارجع اسال نفس السؤال دوت، هل ده حاجه من الاساسيات ولا حاجه فرضها عليا المجتمع بتاعي اللي اتغير؟ تمام. اللي اتغير يعني المجتمع بيتغير، واللي كان بيقبله من 10 سنين اتغير النهارده، الكود بتاع المجتمع بيتغير في اي مجتمع. وللاسف حتى الناس اللي سافرت بره احيانا بتبقى عايشه في المجتمع اللي هم سابوه من 10-15 سنه وعايزين عيالهم يعيشوا فيه في حته ثانيه، يقولوا لبابا ماما احنا طبعا على الهوا على العالم كله على 13 قمر صناعي، فالناس بتشاهدنا في كل حته، فالولاد قدامي طبعا وقدامك بيقولوا انتم فروم ميدل ايست، انتوا جايبين افكار الشرق الاوسط، فهنا تحصل برضو مشكله، والعيال والاباء يقولوا لا احنا مش جايبين افكار الشرق الاوسط، احنا جايبين كلام الكتاب، يا ابني لازم تكون عيب، ده عيب. فالواد يقول له طب ايه العيب ان رب دقني؟ هي عشان كده انا عايز ارجع تاني يا اخي زكريا للفكره ديت، انا محتاج اناقش نفسي الاول ونناقش بعض الزوجين مع بعضهم اللي احنا بنتكلم فيه دوت. من الاساسيات، الاساسيات يعني ايه؟ الحاجه اللي بتتعلق بعلاقتي بالله،
الحاجة اللي بتتعلق بالسيكوريتي بتاعت الواحد، يعني مش هنط من الدور الرابع ولا التالت وهنناقش فيها، مش هنناقش في كده. تمام تمام، مش هيرمي روحه في النار ونناقش في كده. تمام. الحاجات في آية صريحة، يعني احنا ثقافتنا هي الكتاب المقدس وليس ما ورثناه من ثقافات محيطة. تمام. ففي آية ضد دي، يعني مثلا جت فترة على أيامنا، معلش خلينا نتكلم بصراحة، إن الشاب في بعض الكنائس، إن الشاب اللي بيطلب يلبس بنطلون جينز بطريقة معينة ده شاب متمرد وحش. طب ما فيش آية بتقول إن البنطلون الجينز، ما تضحكش عشان ما أقولش. طيب. أنا لما شفتك أول مرة، أنا ثقافتي من الصعيد، وشفتك أنت لابس جلابية بيضة وفيها شوية حاجة بتلمع، أنا أول انطباع جاني إنك أنت إنسان غير مؤمن. لكن غيرت. لا انت قديس. تاني يوم لما انا بس يعني صحيت تاني يوم لقيتك حافظ كلوسي وفيليبي وبتسمعها على شاب تاني، وانت كنت في ثانوية عامة وكنت في اعدادي كلية، فانا قلت لا انا الغلطان، هو يلبس براحته لامع ولا مش لامع، بس ثقافتي انا جاي من الصعيد انه ده لبس مش، فهنا مش آية. يعني هي تاني نرجع نقول الاساسيات، ما يتعلق بعلاقتي بالله وايماني، ما يتعلق بالأمن، ما يتعلق بأي تصرف بنسميه irreversible، يعني غير قابل للإعادة الوضع الأصلي. يعني مش هعمل حاجة، مش هقطع صباع مثلا، مش هعرف أرجعه تاني، مش هعمل حاجة ما ترجعش تاني. برا الكلام ده احنا لازم يكون عندنا استعداد نتفاهم، يكون عندنا استعداد. قولهم تاني التلات حاجات دول. الحاجة المرتبطة بالإيمان أو العلاقة بالله، آيات، حاجات صريحة واضحة، مش هعبد الشيطان، مش هعمل حاجه فيها ليها علاقه بعباده الشيطان. في حاجات ممكن تكون في اغاني بتاعت عباده الشيطان، مش هقول له اوكي اعملها. تمام. اقولها. الحاجه الثانيه الامن، اي حاجه تضره لازم اعلمه انه الضرر ده مش صح. الحاجه الثالثه، اي حاجه ممكن اعملها مش ما اقدرش ارجعها تاني، يعني قصت شعر هيطلع بعد ما قصه، ايه المشكله؟ وما عجبناش المره دي، مش عايز ادخل في حتت تتوهنا، بس التاتو مثلا اللي بيعملوه يعني ده مشكلة كبيرة مثلا، يمكن في الشرق هنا مفيش، بس أنا سئلت مئات المرات، يعني هو الواد بيقول له أنا عملت تاتو روميا 1:16، يعني الواد عايز يعمل رومانس شابتر، يعني روميا 1:16 اللي هي لسه الساعي بإنجيل المسيح. أبوه بيقول له لا، أنت ممنوع تغير حاجة في جسدك اللي عمله ربنا، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا. وهكذا فحتى التاتو عايز تاتو مسيحي، بس هو لما كتب على ايديه ما يقدرش يمسحه الا بعمليه. وعشان كده احنا بنحط الثلاثيه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه ديت. لكن فيما عدا ذلك احنا مدعوين كاباء ان يبقى عندنا استعداد ان احنا نتفاهم، وعندنا استعداد ان احنا نتكلم في حاجات كثيره، واحنا بنساعدهم ان هم يكونوا القناعات بتاعتهم، بنفكر معاهم، بنحط معاهم الاساسيات ديت. الحاجه الرابعه ان السن دوت سن بتاع اللحظه الحاليه. أكبر خلاف ما بيننا وما بينهم، إحنا بنفكر في مستقبلهم وهم بيفكروا في اللحظة بتاعت النهاردة. خليني أقول لك بقى، وأتمنى لو في شباب بيسمعوني إنهم يكونوا معايا في النقطة ديت، إنه أكبر خدع بيخدعها الشيطان للشباب هي الفكرة ديت. استمتع النهاردة، بكرة لسه بعدين. دي إحنا في المرحلة الثالثة، التالت حاجة كده. لا، إحنا اتكلمنا عن التغيير. التغيير. بحث عن الهوية. البحث عن الهوية. التمرد على السلطة. في الرابعة، إحنا في الرابعة. الأنية. سميها الأنية يعني لو قدروا اخواتنا يحطونا بعض السلايدات على الشاشة يبقى كتر خيرهم. تمام. الأنية اللي هي أنا بفكر في النهاردة، ما بحسبش بكرة خالص. تمام. بكرة ده قد يكون تخرجي والكارير اللي هشتغله، وقد يكون وهذا الأهم أبديتي. تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي محتاجة، احنا بقى محتاجين احنا نشتغل معهم شغل كبير جدا، ونوضح لهم ازاي ان النهاردة بيولد بكرة، وانه كل حاجه عباره عن زرع وحصاد. اللي هي اصل هنتكلم احنا عن المجتمع، بس حته الانيه دي يعني حتى اعلانات كتير عن مثلا شركات تليفونات عيش اللحظه. فحتى بين الشباب التعبير ده كتير. طب هو واي نوت؟ يعني بيقولوا استمتع، وحتى وانت في الطياره بيقول لك انجوي، ايه المشكله؟ في سبب بسيط جدا، احنا مش ضد ان هو ينبسط بحاجه. انا طبعا باخد راي المشاهد. تمام. علشان انا مش ضد ان احنا يكون عندنا وقت للمتعه، بس لازم نفتكر ان النهارده بيجيب بكره، يعني غدا يبدا اليوم، وان اللي بزرعه النهارده هحصده بكره. لو زرعت بعترف وقتي وفي حياتي حاجه ادور على الوقت ده مش هلاقيه بعد كده. تمام. لو زرعت عادة سيئة في حياتي هتطلع لي نتيجة مش كويسة. تمام. لو زرعت حاجة كويسة هتطلع لي حاجة كويسة. يعني إذن هو يستمتع بالآن بس بطريقة صح.
يستمتع بالآن وهو لا ينسى أن 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 هناك غدا. صحيح. وأن غدا ده في منتهى الأهمية. اللي هي طبعا المبدأ اللي حتى ده مش ده ما حتى مش بين الشباب، ده احنا كوعاظ يعني كارزين بنوعظ بيه، اللي هو عيشت النهاردة وموتني بكرة، بتاع عيسو يعني، لماذا لي بكورية؟ أنا ذاهب إلى الموت. فده اللي حضرتك تقصده. تمام تمام. السمة اللي بعد كده هوت بقى، أنا لحد كده احنا اتفقنا قلنا حاجات دايما بتفقوا معايا الأهالي فيها، ان ده سن التغيير، وان ده سن التمرد، وان ده سن البحث عن الهوية، وانه سن الأنية. بس باجي أقول لهم بس معلش الأنية، أنا عارف ان احنا هنفتح تليفونات بعد 5 دقايق، بس الأنية اديني حتة تاني. يعني دلوقتي أنا كأب أو أم، الولد عايز يستمتع باللحظة، أقول له إيه يعني؟ معلش عايزين نوضح دي شوية. أقول له عايزين نوازن ما بين المتعة بتاعة النهاردة وبين ان بكره هيجي واللي تقصد مثلا لو في العلم هيذاكر، لو في بالزبط. الكتاب هيدرس بالزبط. لو في الشغل هيشتغل. تمام، لازم يبقى عندي موازنه ما بين الاثنين. المتعه ما احرموش ابدا من المتعه مطلقا، ده مش مطلوب، لانه لازم يستمتع في السن بتاعه. مش معنى انه ينام للساعه 1 الظهر وينسى ان في بكره، وينسى ان في مذاكره هتعمل له الكارير بتاعه بعد كده، وينسى ان في قبول للمسيح هيعمله الابديه بتاعته بعد كده. تمام. الحاجة اللي بعد كده هي المثالية. ودي مشكلة كبيرة جدا عند السن ده، بتخليهم ما يكملوش في حاجات كتيرة. يعني يمكن انت طبعا بتواجه اللي انا هقوله لك دوت كتير، وانا بواجهه كتير. بعد مؤتمر قوي وحلو وشاب معين او شابة معينة قبل المسيح مخلص ورجع الدنيا من طريق تاني خالص، والدنيا جميلة جدا معاه، وابتدى يحضر الكنيسه، وابتدى يصلي، وابتدى يبطل العادات السيئه بتاعته، وابتدى يبعد عن الناس مش كويسين، وبيقرا الكتاب انتظام شهر اتنين كتير، ترجع تلاقي كل حاجه مش موجوده. مالك حبيبي؟ يقول لك بص انا اكتشفت ان السكه دي مش بتاعتي. ليه مش بتاعتك؟ انا فاهم ليه بس لازم اسمعه. لانه تخيل انه لما يرجع لازم يعمل الامور دي بالطريقه المثاليه اللي هو حطها لنفسه، ساعتين قرايه في الكتاب كل يوم. فلما لقى الساعتين دول ما بقوش ساعتين، بقوا نص ساعة، اعتبر ان الطريق من ان هو مش بتاع قراية في الكتاب. لما لقى ان هو مش قادر يواظب على الحاجات، لما لقى ان هو كعبل في غلطة او في كلمة مش كويس او في خطيئة او في حاجة زي كده، ابتدى يعتبر ان هو لا انا دي مش سكتة. يعني طبعا انا متفق معك 100%، بس كمان اضيف الاصعب من دي، وحط وانت ابو الخبرات في الحكاية دي، انت كمل يعني الاف المؤتمرات حضرتها، اكتر من الاف طبعا، سنين طويله، شوف كام سنه. يمكن مشكله ان هو كمان بيتخيل ان هو الواعظ اللي هيوعظه في بلده او ابوه او امه اللي هم في الكنيسه هم خلاص زي المسيح، مجرد ما بلاقي اي غلطه بيتعثر وحاجات زي كده. دي حقيقه، بس برضه هو غلطان يعني، معلش، لانه لازم يفهم انه مفيش انسان كامل هو. بس انا كمان بخاف عليه الاول من المثاليه مع نفسه، لانه افترض ان هو تمام. كان حظه كويس ووقع في ناس قدوه حسنه، برضه بيتخبط مع روحه لما بيلاقي روحه في النص كده، هو بصه مش كويسه. بس يمكن ما ليش حد يعلمه وصيه النعمه اللي بنقولها. لا يعني انا مش هندخل في موضوع هو كرازة. في مبدا يهمني ان انا اتعلمه واعلمه له واخلي القاده علمه، ان الوضع المثالي مش نقطه نوصل ليها، لكن حافز نستمر السعي نحوه، لأن المسيح هو المثال الأعلى. تمام. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. إحنا المثال بتاعنا عظيم قوي. تمام. بس مش محطوط عشان يعجزنا، مش للتعجيز لكن للتحفيز. حلوة دي. محطوط في السكة عشان خاطر أفضل كل يوم أقول له روح أنا 10% منه، طيب أنا هشتغل على نفسي. مثال المسيح للتحفيز ليس للتعجيز، عصام خليل. يعني لو نزلت كده. تمام. حلوة. فأنا شايفه قدامي مكمل المشوار معاه. النهاردة قربت خطوة، بكرة أقرب خطوة، بكرة أقرب خطوة، وأنا حاطط نصب عيني القصة دي. تمام. هقوله مش هتوصل لها هنا على الأرض صحيح، لكن لازم تسعى ليها في كل المشروع. يعني ما زلت حضرتك بتركز أن المشكلة أكتر في المثالية داخله هو من مثاليته عن أبوه وأمه والإخوة في الكنيسة. أنا حاسس كده. دي برضو مسؤوليتنا وهنتكلم عنها. تمام. لكن الأول أنا بخاف عليه جدا أن هو بيصدق، أول واحد بيصدق معاه هو نفسه. صح. ودي بتبقى محبطه جدا جدا، يعني فعلا الواحد بيصعب عليه، لان هو حس ان هو مش سكته سكه ربنا، جاب درجه وحشه في ماده، اعتبر ان الماده دي مش مادته، عمره ما يعرف يذاكرها. انا شخصيا قعدت سنين طويله في مواد معينه
متعقد منها لحد ما خدت قرار انه لا مفيش حاجه اسمها تتعقد، لا لازم تحاول حتى لو مش هتبقى بيرفكت فيها لكن هتبقى افضل. صحيح. هتسعى ان انت تكون افضل فيها. صحيح. فدي حاجه من الحاجات اللي بيخاف فيها الواحد عليهم. تمام. الحاجه السادسه ان هم السن بتاع الرغبه المستمره في التغيير، عايز يغير دي عايز يغير دي، ودي بتبقى احيانا كونفليكت ما بيننا وما بينهم. هنا احنا رقم واحد قلنا التغيير جواه، رقم ستة هو عايز يغير. هو عايز يغير، يعني عايز كل يوم يروح مدرسه من طريق، عايز كل سنه لو بنروح مصيف كل سنه نروح مصيف غير التاني. احنا بقى احنا عندنا اللي هي انا زهقت ده كل مره كل مره قصه. ما هو الفكره انا بقى في السن الاكبر ببقى وصلت لحاله من الروتين والاستقرار اللي ببقى شغال بطريقه اللي تعرفه احسن من ما تعرفوش. صحيح. مع ان انا طبعا طول عمري بعترض على المثل ده، لان انا في يوم كنت بعرف الخطيه ما اعرفش البر، والبر كان احسن بكتير. النهارده انا اعرف الارض ما اعرفش السماء، وانا متاكد ان السماء احسن بكتير. مش دايما اللي تعرفه احسن من ما تعرفوش. حلو. فلازم يكون عندنا مقتنع مع ان احنا بنختلف كتير، بس مقتنع تمام. صحيح. مش لازم نختلف على الهوا يعني. لا 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 لا, لا بالعكس، ده انا فرحان. الرب يباركك حبيبي. فدي مره من دي من الحاجات اللي بتعمل الاحتكاكات ما بيننا كتير جدا. عايز يغير دايما، عايز يغير دايما، وانا لازم يكون عندي استعداد اغير معاه حاجات في حدود طاقتي وفي حدود امكانياتي، وابقى متفق معاه. يعني في حاجات انا هحاول ان انا اغير معاه، لكن مش هنصيف في هواي. صعب نروح. لا لازم اعرفه ان في حدود للعيله بتاعتنا. تمام. الحاجه السابعه بقى وبيها تكمل شكل المراهقه بتاعتنا، ولا هتقوم لنا سبع حاجات عشان نفتح شويه اتصالات ونكمل. هنقولهم بس بعد السبعه. بعد السبعه نشوف يمكن نقول طب نقول تاثير العصر بالحديث بقى، وبعدين نفتح المكالمه. طيب ماشي. طيب في بقى مشكله كبيره اسمها ضغط الجماعه، البير بريشر. الشله. تمام. دي قصه بقى مرعبه وليها تاثير حتى على سلام البيت. لان اصحابي بيعملوا كده، وانا لازم اعمل القصه بالطريقه دي. الحقيقه لازم افهم هم ليه ليهم سلطه على بعض بالمنظر ده. تمام. الفكره ان هم بيلاقوا نوع من الامان الاجتماعي مع بعض، يعني بيبقوا مستمتعين جدا ومبسوطين جدا ان هو اولا قادرين يفهموا بعض، لغتهم لغه واحده. احنا حنا ما بنتكلم معاهم يمكن ما بنفهمهمش. صحيح. لان في مفردات كلام ايامنا غير ايامهم خالص، يعني يقول لك فكك من اللي يشكك. لا انا عايز اقول لك ان احيانا الحاجات بتتفهم بالمشقلب. يعني زمان انا بقول قصه دايما قديمه حصلت معايا. مره واحد بحكي مع شاب، فبقول له الاخ فلان ده حلو قوي، فقال لي ده فظيع. فظيع دي دلوقتي كويس. انا اتضايقت طبعا ساعتها، اتضايقت قلت له ليه ده اخ كويس جدا. قال لي ايوه ما انا بقول لك ان هو فظيع. روش زمان لما طلعت كانت قريبه من مروش. فيقول لك ده روش، تقول له لا ده راجل هادي وكويس. فهم بيفهموا بعض بلغه معينه. بس كمان في مشكله تانية احنا جزء فيها، بيلاقوا الامان الاجتماعي مع بعض لانه ما بيعايروش بعض بالغلط، لان هم كلهم في الوضع الغلط دوت. احنا لما بنتعامل معاهم احيانا بيبقى كل اسلوبنا هو النقد. حلوه الحته دي عصام الاخيره بامانه بدون مجامله، ما بيعايروش بعض بالغلط. واحيانا الاباء والامهات بتعاير عيالها وقدام الناس. احنا ودي بتاثر تاثير نفسي رهيب في العيال. احنا دورنا نساعد بالتدريب على اجتياز الخطا. دوري ان انا اكون بس بيني وبينه، مش يعني تخيل هم الشله لا. عمرهم ما بيعايروا بعض. صح. وعمري ما اديك مثل برضو كتابي. انا بقول لك ما عنديش غير الله. تمام. فاكر لما بطرس اتلفت يمين وشمال وهو ماشي على الميه؟ ايوه. ابتدى يغرق. نعم. فصرخ يا رب نجني، فمد يسوع يده، ولما بقى في الامان وفي الحضن قال له لماذا شككت بس بعد ما دخله. تمام. انقذه من الغلط بتاعه وهو في حضنه مستشعر الحنان. تمام. ساعتها اصلح معاه الغلط بتاعه. فكتر الانتقاد بيخليهم هما ميالين لبعضهم اكتر في القصه دي. عشان كده القوه بتاعت الجماعه نشات من هنا، هوت انه ما يقدرش يحصلهم، لان هما كمان الفكره ان الجماعات دي يعني صعب قوي، لو نبذ واحد بيبقوا صعبين قوي في التعامل مع واحد. وانت يعني مثلا كشخص ليك 30 40 سنه بتخدم بين الشباب، يعني طب هنعمل ايه مع الشله؟ هنعمل ايه مع الشله بقى؟ كويس انك جيت للسؤال ده. احنا بنعلم شبابنا حاجتين مهمين جدا في الشله. مبدئيا فرغ تسد، ده مبدا شيطاني لن يصلح ولن يجدي مطلقا. تمام. محاولة ان احنا نفركشه استعماري مش شيطاني، بس مزعج جدا. وبص هتقدر تفرقهم من قدامك لكن من وراك مش هيبقوا. تمام.
بنعلمه حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية إن إحنا أصدقاء لكن متميزين. يعني إحنا أصدقاء من زمان، بس مفيش مشكلة إن واحد دخل هندسة واحد دخل طب، لأن أنا متميز وأنت متميز. بس سوري أنا مش قصدي أختلفك، بس دلوقتي إحنا في ضغط الأقران، مش بس مشكلة إن واحد دخل طب وواحد دخل صيدلة، ممكن الشلة تقوده للخطية كمان. أنا ببتدي من الفكرة دي. اتفضل. واخد بالك يعني، واخد بالك أن أنا بحاول أوصله القناعة منين؟ التميز. إن إحنا متميزين عن بعض، عشان كده هوت النتيجة إن إحنا وإحنا قابلين بعض بالتميز بتاعنا دوت. تمام. فالخطوة التانية احنا متميزين كمان في ظروفنا. افرض فلان ما قدرش يطلع معانا الخروجه ديت، يبقى مش خنه، دي مش خيانه منه. لانه لو رايحين مكان هو مثلا مؤمن ما يحبش يروحه. او خلينا الاول ناخده ان هو مش مكان غلط، بس مثلا هو ماديا ما يقدرش يصرف على المكان ده. صحيح. واخد بالك، لازم اقبله بتميزه. رحله محتاجه 2000 جنيه وابوه معاه، هو ما يقدرش ان هو يعمل كده. صحيح. او مش حاجه بتاعته، مثلا هو جسمه ضعيف ومش بتاع احنا رايحين حته بارك هنركب مش عارف ايه ونتهد ونطلع وننزل والحاجات بالمنظر دوت، هو مش مناسب معاه. صحيح. وطبعا ده يكمل القصه كده. هو الفكره بتاعت الخطيه بقى تيجي في المبدا الثاني اللي بنعلمه لهم. المبدا الاولاني اصدقاء لكن متميزين. الحاجه الثانيه ان احنا الصداقه الحقيقيه تبني لا تهدم. يعني انت صاحبي لما اساعدك في الماده اللي انت مش فاهمها وانت تساعدني في الماده اللي انا مش فاهمها، فاحنا الاثنين نكبر. دي صحوبيه، دي صداقه مظبوطه حتى في المبادئ العامه، مش يعني ده. لكن لو انا وانت خلينا بعض ما نذاكرش تبقى مش صداقه. صحيح. لأن الصداقه المفروض ان هي تبني مش تهد. الصداقه مش مجرد ان احنا بنهزر مع بعض، الصداقه ان في الاخر احنا الاثنين افضل من كل واحد لوحده، بنكمل بعض، بنحط كتفنا في كتف بعض فنكبر مع بعض. وبالتالي الخطيه متضمنه هنا هو الخطيه ضرر، ان اللي هيضرك لا حد يعني تكون تحت مين. صديق هيعلمني ان انا اشرب سجاير ولا اشرب اي حاجه تانية، ده مش صديق، ما يستاهلش ان هو يبقى صديق. عشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده. فدي ده المبدا اللي لازم نتعامل بيه في حاجتين حضرتك قلتهم، التميز والبناء، انه يبني اخوه. تمام. طب تقول لنا السبع حاجات علشان هيطلعوا على الشاشه. اقول لك السبع حاجات. احنا اتفقنا عن ده سن التغيير بالضغوط بتاعته. ماشي. اتفقنا عن انه سن البحث عن الهويه. تمام. التمرد على السلطه. تمام. الانيه اللحظه الحاليه. تمام. المثاليه. تمام. الرغبه المستمره في التغيير. والحاجه الاخيره ضغط الاقران. موجودين على الشاشه. موجودين على الشاشه، المشاهدين يقدروا يبصوا عليهم. عندي سؤال مهم بقى. اتفضل. دايما بكتبها انا كده اهوت، بكتب ميم ت عين ب. متعب. الجيل دوت متعب ولا متعب؟ طب انت رد. طيب، هو الجيل دوت متعب لذلك هو متعب. هو كل الاجيال ولا يعني عامه سن المراهقه بتتكلم. ما اقصده عن الجيل، يعني السن دوت. نعم. هم تعبانين من الضغوط اللي حواليهم اللي احنا عمالين بنتكلم عنها ببساطه واحنا قاعدين على كرسيين، لكن هم الدنيا بالنسبه لهم ضغط نفسي وبكى ليالي وصراع داخلي وصراع خارجي مع شله ومع ناس ومع اهل ومع كل الحاجات دي، فهم تعبانين. النتيجه ان هم بيتعبونا، بس احنا بنقبل المبدا ده لما يبقى عندنا حد تعبان او مريض. هو متعب وانا بقبل ان هو متعب، بشيله بطبطب عليه. لازم نتعامل مع اولادنا بالطريقه دي. هو متعب ومتعب بس انا لازم اساعده. هو متعب لذلك هو متعب. تمام. والنتيجة اني هقبله حتى بالتعب. تمام. تحب نتكلم عن تأثير العصر؟ احنا عندنا تليفونات كتيرة بس. أوكي. طب ناخد شوية تليفونات بس. ناخد. معلش عشان المشاهدين حتى يشاركونا واوعدك هنوقف. ابو فادي من القاهرة، اهلا بك يا ابو فادي. الو 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 مساء الخير. مساء النور يا ابو فادي، اهلا بحضرتك. بحييكم لموضوع الحلقة الرائع جدا، كاس اهم بيد جباره هكذا ابناء الشبيبه. انا بتكلم لان ليا اثنين فادي 20 سنه وانجي 17 سنه. عشان كده ربنا يخليهم لك. تعيش ربنا يخليك. احنا طبعا لو نرجع 30 40 سنه ما كانش في وسائل حديثه زي اللي بتحصل دلوقتي، الفيسبوك والتليفون والنت والوسائل الحديثه اللي للاسف بتخلي الشباب بتقع في مصيده ابليس. أنا كشاب دلوقتي بشاهد حضرتك، أعمل إيه عشان أخلي بالي من مصادي إبليس اللي بيصطادني؟ ده كان سؤال في توضيح كنت نفسي أعرفه برضه. في بعض الخدام بيجوا مثلا إيه؟ يقول لك لا بلاش تلبس المطلوب المقطع
واحد تاني شاب مربي شعره، بلاش تربي شعرك مش عارف ايه، ده كده مش سلوك مسيحي، وده ويفضل طول الوقت بيعنف الشباب. هل ده صح؟ وبرضه في نفس الوقت بلاقي مرنمين انا كشاب مربيين ده لهم زي داعش واخدين الموضة بتاعت الايام دي القرن 21، انا كشاب بحتار، واحد بيقول لي لا ده غلط، وبلاقي قادة في التسبيح بيعملوا. حاضر ابو فادي وانجي، شكرا شكرا لمشاركتك وسؤالك القيم. هنرد عليه على طول. معنا مكالمة تاني كمان. اختنا نهال من انجلترا، اهلا بك يا اختنا نهال، اتفضلي. الو الو، مساء الخير. مساء النور يا اختنا نهال، اهلا وسهلا. طبعا عايزه اشكركم من عمق اعماق قلبي، لان موضوع النهارده فعلا في غايه الاهميه، وبسرعه عايزه ادخل في النقطه المهمه علشان وقت البرنامج. تحت امرك. حضرتك دكتور عصام قلت انه في اختلاف في الراي ما بين الجيلين الاباء والابناء، وحضرتك اشرت نقطه الكومبرومايز او التنازلات اللي احنا نتفق مع، وانا الصراحه ما يهمني زي حضرتك لا شعر ولا لبس ولا اي حاجه ريفيرسبل، لكن انا عندي مشكله للناس اللي عايشه في الغرب، الحته الشائكه المميته اللي لا يمكن يحصل فيها وفاق هي فكره البوي فريند والجير فريند. احنا الكالتشر بتاعتنا مصريه، وحتى لو عشنا 100 سنه في الغرب المينتاليتي والعقليه بتاعتنا مش هتتغير، بلس ان احنا مؤمنين مش مكرين وعرب فقط، فالموضوع ده مرفوض ردا باتا. لكن الولد والبنت بيقولوا لنا انتوا معقدين، احنا عايشين بسمه البلد اللي احنا عايشين فيها، وكمان بيحطوا لها صبغه روحيه، وبيقول بدل ما نكتر نسبه الطلاق بعد الزواج، لا ده احنا بنعيش مع بعض وبنتاكد اننا لبعض، وده نورمال هنا. فايه راي حضرتك؟ شكرا شكرا يا اختي نهال على مشاركتك الجميله اللي اثرت الحلقه. ناخد كمان تليفون ثالث وبعدين نحاول نرد على الاسئله ونكمل. طيب التليفون قطع. طيب يبقى عندنا سؤالين. ابو فادي بيتكلم في نقطه انه كلام عن البنطلون المقطع والدقن وكده، وبنشوف قدام المرنمين شباب بيعملوا كده، فاحنا كده يعني كده الشباب يعني كلام الاباء والامهات عكس كلام الشباب بيقول لهم ادي الخدام او المرنمين. ده ابو فادي ومعاه ولد اسمه فادي وبنت اسمها انجي، ربنا يخليها لهم. دكتوره نهال، الاخت نهال بتكلم من انجلترا على البوي فريند والجيرل فريند، موضوع ما فيهوش كومبرومايز ما فيهوش تنازلات، فنرد عليهم. طيب بالنسبه للسؤال الاولاني، احنا كنا جبنا سيرته في الكلام بس صحيح. نحط خط تاني تحتيه. تمام. الحقيقه احنا احيانا بنبقى تاني، ارجع اقول هو لانه هو رد على السؤالين برضه. تمام. احنا في ثلاث حاجات قلناهم مهمين، الكتاب او ايماننا، تمام، السكيورتي او الامن بتاع الحاجه الايرفيرسبل اللي هي ما ترجعش تاني. تمام. فطبعا دول لو طبقناهم يعني في الايرفيرسبل فعلا، في واحد قطع صباعه عشان ما يدخلش الجيش، ده طبعا ده جريمه، يعني جريمه في حق نفسه وفي حق المجتمع وفي حق الوطن وفي حق الكتاب وفي حق الكتاب، لان جسمه مش ملكه. طب يعني فدي يعني بوضح بس فكره الريفرسبل يعني حاجه. فارجع تاني اقول لابو فادي، احنا احيانا بنبقى في شويه حاجات بتعمل لنا ازعاج، مش لازم تعمل لنا ازعاج. يعني ايه المشكله ان هو يجرب شعره ودقنه والحاجات دي كلها؟ ما حدش قال ان ده مش سلوك مسيحي، لانه والا بقى نبقى بنقول على الناس المؤمنين اللي في اوروبا مش مؤمنين، لان هم مفيش ايه ان الرجل ما يربيش شنب ده. بس هو ابو فادي قالها بكلمه انه علشان بنشوف بعض الجماعات الارهابيه بتربي دقنها، يبقى تربيه الدقن ارتبط عند بس. طب مفيش. ما الجماعات دي بيلبسوا او لبسوا بياكلوا اكل، وانا ما اكلش بقى وما اعيش الحياه بتاع يعني مقارنه مش ايجابيه. بالنسبة للأخت من إنجلترا أخت نهال، نرجع تاني بقى لقصة الكتاب. لا، الطهارة والعفة موجودين في الكتاب، ده يعني ما فيهاش فصال، دي مش مسألة مجتمع، وإحنا محتاجين نغرس في ولادنا. بس هقول لك حاجة مهمة بعد شوية، فضل. محتاجين نغرس في ولادنا إن كلام الكتاب على الراس، وإنه إحنا بنلتزم بيه قبل ما نلتزم بمجتمعاتنا اللي إحنا بنعيش فيها. يعني لازم يعني كلام حضرتك إني أفرق للواد من هو طفل الفرق ما بين الثقافة وما بين كلام ربنا، فأقول له يا حبيبي أنا مش لأني من الشرق الأوسط، لكن أنا بقول الكتاب،
الكتاب بيقول ان الجواز بس هو اللي فيه علاقة ما بين الولد والبنت وهكذا. بس اللي يدعمني بقى في القصة ديت ان يكون ده مبدأ في كل حياتي في كل تصرفاتي. وضح. يعني لما بنتكلم على الثقة في الرب من الكتاب هو لازم يشوفني بعمل كده. حضرتك هتكلم بعد كده انا عارف انه عن الحلول، لكن احنا بنتكلم دلوقتي تقصد انه يعني الكالتشر مش انا قلقان وبدور على ايه اللي يعمل تامين لمستقبلي وبتكلم بكلام ملتوي احيانا وبعمل حاجات ودي كانها الكتاب ما اتكلمش عنها، وساعه لما اجي على موضوع الديتنج والحاجات دي كلها هاجي اقول لهم الكتاب بيقول الديتنج يعني ولد وبنت يخرجوا مع بعض بالظبط. فهي القصه لازم يكون ده مبدا ساري في البيت ان كلام الكتاب رقم واحد. يعني انا شفت طبعا برد على اخت نهال وحضرتك، يعني شفنا بيوت في امريكا في اوروبا في استراليا في كل الشرق الغرب ولادهم يعيشون القداسة مش علشان هم ابوهم وامهم مصريين او عرب، لكن لانهم يحبوا الكتاب. وحتى في كتب انجليزي زي مثلا اليزابيث اليوت اللي هي مرات جيم اليوت كاتبه كتاب مثلا عن الطهاره، يعني بتقول طبعا اي علاقه خارج الجواز بين الولد والولد او الولد والبنت ده كله نجاسه. فيعني عايز اقول انه مش يعني اللي ترد عليها تقول لا يا حبيبي احنا مش بنقول لك كده عشان احنا من الشرق الاوسط ولا عشان كده احنا مصريين، احنا بنقول لان الكتاب قال كده، قال ان اي علاقه زنا هي اي علاقه ما بين يعني اي علاقه خارج الجواز بين ولد ولد ولا بنت وبنت او ولد وبنت. دلوقتي الدنيا بقت طبعا بايظه خالص، احنا هنا في مصر بنتكلم بحريه عن الشذوذ، ولكن في كندا مثلا يقول لك لا ما تقولش شذوذ قول مثليه لحسن يسجنوك لان في ديسكريميشن. فاحنا ثقافتنا هي المسيح، ثقافتنا هي الكتاب، فلو انا ربيت عيالي بالفكر ده انا ارتاح. تمام. طيب معلش انا عارف اني هناخد 3 تليفونات وهقف لغايه ما نديك وقت كافي. لا 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 براحتك. معلش تحت ضغط المشاهدين الكل. لا اول المشاهدين يهمونا جدا طبعا. كتر خيرك. الو اهلا بيك يا ابن الرب. اهلا وسهلا. اخش على الهواء دلوقتي؟ حضرتك على الهواء اتفضل. ماشي. اتفضل يا ابن الرب. ايوه مساء النور يا حبيبي اتفضل. انا عندي ابني شاب هو لسه مخلص نحو فنادق بس صعب جدا، ويعني احنا نشأنا مجتمع كنسيج وبنروح نصلي الاب والام في البيت بيعرف ربنا في اي سلوكيات دايما بالنبي ان هو سن صغير في سلوكيات تفضل وفي سلوكيات مش ربنا، ومع ذلك برضه طبيعه دي بتغلبه كتير ودايما بيحل المشاكل ودايما في العكس، وعنده يعني مشاكل ما تطلعش انسان بتاع مشاكل، لما اعمل مشكله تيجي تجري وتعمل مشكله حتى ده احاول افهمه ان ده شر، لازم يعني الانسان يبقى طبيعته لو انا مش بحب الشر هيبعد عني. نعم. حاول يعني تغير الفكر ده وحاول تغير الطريقه دي، صدقني يا ابني الشر مش كويس، مليون زي ما انا تحكيم ما نفسي شر يعني دايما خليك تعرف دايما تقدم بكلمه ربنا، حاولت معاه كتير صدقني من هو صغير بجميع الوسائل شايفه حايله صاحبته كله بطرق. طيب شكرا ابن الرب. يعني الاخ البشمهندس عصام هيرد على حضرتك، يعني هناخد كم اتفضل معنا مكالمة تاني. اخويا هاني اهلا بك يا هاني من القاهرة. الو مساء الخير يا اخويا هاني. منور انت ولك عصام ربي يبارككم. الله يخليك يا حبيبي اتفضل. انا هاني امين من شمس. اهلا وسهلا. اهلا بك. هو بس احنا عايزين نعرف حاجة من لك عصام، ضغط العالم الخارجي على اولاد المؤمنين بجذبهم مثلا يشوفوا ماتش على القهوه مش مشكله وده شيء عادي يعني، بس ده خلاهم بداوا سنه بسنه يعني يختلطوا بناس غريبه ويبعدوا عن الاجتماعات، فعايزين نصيحه لك عصام ازاي نعالج ديت يعني. شكرا جزيلا يا اخويا هاني من عين شمس. كمان مكالمه ثالثه وبعدين هنتوقف شويه.
اهلا بك يا شيرين. الو، اخت شيرين لو سمحت اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون. الو الو، اهلا بك يا اخت شيرين، اتفضلي. اهلا بحضرتك، حضرتك اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون. على الهوا حضرتك، اتفضلي. ماشي. الو، ايوه شيرين اتفضلي. طب ما هو الاخ زكريا بيتكلم، واحد اسمه ما انا لا انت بتسمعيني من التليفون، انا زكريا معاك اهو، اسمعيني من التليفون مش التلفزيون. ماشي حضرتك. في فرق ثواني ما بين التلفزيون والتليفون، اتفضلي. سلام المسيح معاك يا اخ زكريا. الله يخليك يا شيرين، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال حضرتك، يعني ابني في سن مراهقه ومتكلمنا على شله، مصاحب على كلهم مش من يعني مش من ديانتنا، من ديانه اخرى. تمام. وعلموه السجاير وحاسه ان هو بعيد عن ربنا، ولما باجي اتكلم بيتضايق ويزعق، فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. تمام شيرين، انا هسالك سؤال بس والاخ عصام هيرد عليكي. انت نفسك ليك علاقه عقية مع المسيح؟ بديتي علاقه جامده مع ربنا، صبرك. وبصلي وساعات كتير ربنا بيكلمني. طب روح. طيب هنجاوب. شكرا جزيلا لاختنا شيرين، معلش انا عارف في ضغط تليفونات شديد جدا، وكمان بنعمه رب هقرا الفيسبوك الرسائل بسرعه، بس خلينا نجاوب على الثلاث اسئله دي ونمشي شويه في الحل وبعدين نكمل. معلش اخويا عصام ابن الرب سال عن ابنه، هو بيحاول من طفولته انه يربيه صح بس هو لم متمرد. بعدين المكالمه الثانيه كانت من اخ هاني بيقول اني لما بنتساهل في الحاجات الصغيره زي انه يشوف الماتش على القهوه ممكن يكون مشكله. واختنا شيرين اتكلمت عن ابنها مع اصدقاء غير مسيحيين بيعلموه حاجات مش كويسه. تمام. بالنسبة للحالة الأولانية، موضوع العنف اللي هو بيتصرف بيه وإثارة المشاكل، هو الحقيقة الموضوع محتاج إنه يدرس بشكل أوسع، يعني ما عنديش رد مباشر لأنه مش عارف الظروف. لأن مش عارف الظروف، مش عارف هل هو لو هو وحداني غير لو ليه إخوات، لو في حاجات معينة حصلت في حياته وهو صغير. لكن عموما أولا هو محتاج إن احنا نصلي من أجله، دي اولا. ثانيا محتاج ان هو حد يساعد الاب يكون قائد روحي او حد قريب منه يقدر يتكلم معاه عشان يقدر يوصل لاعماق المشكله فين ويساعده في انه غالبا العنف المبالغ فيه ده بيكون رد فعل المشكله داخليه. تمام. موجوده جواه، ف ما لحقناش نسال التفاصيل، ما قدرناش لان مش قادر اعرف الكلام دوت. فانا افضل ان هو يلجا لحد مختص، سواء قائد روحي هو بيثق فيه الولد، أو إذا لقينا إن الموضوع مبالغ فيه ممكن نلجأ لطبيب نفسي. تمام. بالنسبة للأخ هاني، فكرة إن هم يتفرجوا على ماتشات، هو حسن إن هو قال مش دي المشكلة، لأن هي مش مشكلة، لكن عايزين نفضل نزرع فيهم أولاً وأخيراً إن مبادئنا الكتابية لازم تكون موجودة في القلب وفي الحياة وفي الكيان كله. أنا الحقيقة مش مطلوب مني إن أنا أعزل أولادي في قوقعة أحطهم لوحديهم. أنا المفروض إن أنا أعمل الطبقة العازلة حواليهم هم كأشخاص، كأذهانهم، لأن هم هيشوفوا ياما، هيشوفوا في الدنيا اللي بيشوفوها، في المدرسة هيشوفوا مش بس في القهوة، في الجامعة هيشوفوا، في المواصلات بيشوفوا، فلازم هو يتعلم إن هو يفكر بطريقة نقدية للتصرفات اللي قدامه، التصرف ده صح ولا غلط؟ وصح ولا غلط؟ اذا ما كانش في مرجعيه الكتاب المقدس ما فيش لا صح ولا غلط. يعني علمه يعوم، مش اقول له ما تروحش الحته دي بالذات يعني. طبعا لكن لو حته ضاره هقول له لا. يعني لو حته طبعا هقول له مش هيروح خماره مثلا، طبعا واخد بالك، لان ده مكان اصلا معمول للضرر. لكن انا قصدي اقول، عايز اقول اوسع الصوره شويه واقول انه الشر محوطهم في كل حته. يعني مثلا في مكان زي نادي، في مكان زي هو القهوة بتاع، في قهاوي مختلفة، يعني في قهوة فيها شيشة وكده، فيها قهاوي، في مش هقول أسماء، قهاوي أمريكان كافي، الشباب بيقعدوا يذاكروا فيها وبيحلوا فيها، وفي واي فاي فري، فما أقدرش أنا أحدد أقول له ده ممنوع. لا ده أنا عايز أحط أو كافيتيريا الكلية بتاعته مثلا، عايز أحط المبادئ فيه
بحيث ان هي تبقى الطبقه العازله ما بينه وبين الشر. تقصد المبادئ الكتابيه؟ المبادئ الكتابيه. تمام. وانا قلت في النص اذا ما كانش في كتاب يبقى مفيش مبادئ، مفيش صح مفيش غلط. تمام. اعمل ما يحلو في عينيك بقى. تمام تمام، لان ده المرجع بتاعي. بالنسبه للسؤال الثالث، شيرين ابنها في سن المراهقه واتلم على شله غير المسيحيه، اعتقدها جدا نفس اجابه السؤال الثاني هي اجابه السؤال الثالث. انا لما بزرع فيه المبادئ، اولا لازم اتاكد ان هو عارف المسيح مخلص، يعني الهدف. بس السؤال الاولاني انت قلت الثاني زي الثالث، بس السؤال الاولاني برضو انا ما زلت، يعني حضرتك قلت انه الظروف المحيطه مش عارفه، بس هو يعني لفتت نظري كلمه وبرضو شيرين قالت ان ليه علاقه مع ربنا وربنا بيكلمها، فاكيد يعني ربت الابن على كده، بس هو تمرد. هو انا عايز ارجع تاني واقول واكد نقطه مهمه جدا الى كل الاباء والامهات، يعني طبعا انا باخد دور المشاهد دلوقتي مش دور الواعظ. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، اذا كان الغرض ان انا اخليه يبطل السجاير فغرضي مش دقيق، ليكن الغرض انه يعرف المسيح اللي بيغير. صحيح. لانه هنا لما يعرف المسيح وتاكد ان هو خده مخلص هقدر ارجعه للمرجع دوت. لكن افترض ان هو بس اتربى مجرد، ما هو في ولاد كتير جدا اتربوا في مسيحيه مهذبين وما دخلوش سجالك اللي ما لهمش علاقه بالمسيح. بالظبط. بس تيجي في يوم من الايام بقى تقول له الكتاب بيقول، ملوش نفس القوه. صح. قوه الكتاب على شخص اتولد من الله وتغيرت حياته. اذا نشجعها تصلي لاجل ابنها انه يرجع للمسيح، وعلى فكره صلوات الامهات مجابه ويربحون بسيره النساء الازواج كمان، يعني الاولاد والازواج، وامن بالرب فتخلص انت واهل بيتك لنا وعود، ثم تكون قدوه زي ما نتكلم. نرجع ده تاني بقى للحلول، هنعمل ايه؟ احنا لسه ما اتكلمناش على تاثير العصر. تاثير العصر ده في منتهى الاهميه. طيب اتفضل. نتكلم عنه وقد ما ربنا يدينا، وبعد كده بقى ماشي ماشي. العصر اللي احنا عايشين فيه دوت اضاف لنا شويه مشاكل صعبه جدا، الله يكون في عونهم بصراحه الشباب، يعني هم خرجوا للظروف. احنا يعني زي ما كنت بحكي معاك لما ابن الرب تقريبا او ابو فادي قال، مش عارف واحد منهم قال ان هو دلوقتي من 30 سنه غير اللي بيشوفوه دلوقتي. صحيح. يعني من سنين طويله لما احنا دخلنا الكليات بتاعتنا، لما انت دخلت طب ولما انا دخلت هندسه، كان كمية السعادة والإشراق والدنيا منورة والمستقبل بقى إيه والحاجات دي. الوضع النهاردة الأمور مختلفة جدا، الظروف الحالية اللي هم عايشين فيها لما بتركب مع المثالية بتاعتهم والبحث عن الهوية بتسبب لهم نوع من الإحباط. ليه؟ مثلا إحنا كانوا بيقولوا لنا في الثانوية العامة شد حيلك عشان تخش كلية كويسة. ايوه اللي هي ايه؟ القمه، هندسه بين في رياضه وطب وصيدله واسنان في مثلا يعني. بالظبط. طبعا انا عندي اعتراض على كلمه كليات القمه دي، لو جه وقت نقوله. ماشي. بس ما علينا، خلينا بس في النقطه ديت عشان اقول لك هم وصلوا. كان عندك اعتراض من شويه على اللي تعرفه على اللي ما تعرفوش. قلت ثلاث حاجات جمال. تمام. فهو بمنتهى البساطه يقول لك اللي هي ايه؟ تقوله طب. يقول لك طب ما انا ابن عمتي دخل طب والنهارده في وحده صحيه في حته صعبه جدا او بيتاجر في العربيات وما عندوش اي امل. لا، ما هو مصر انه يكمل في الطب، فما عندوش اي امل ان هو يبقى في يوم من الايام من الدكاتره اللي نتكلم عنهم دول. طب تقول له هندسه، يقول لك طب ابن خالتي ما دخل، ما بقى له ثلاث سنين متخرج ما لقاش شغل في الهندسه بتاعته. فالدنيا مظلمه، مفيش قدوه، مفيش خير في الدنيا. يعني الدنيا تصحى كل يوم على اخبار قتل، على اخبار جرايم، على حاجات زي كده. اكبر صفحه النهارده بقت صفحه الاحداث الحوادث طبعا والبلاوي اللي بتحصل الدنيا ديت. الكلام دوت مع الوضع المثالي بتاعهم ومع ان هو بيدور على نفسه بيبحث عن الهويه ادى بيه نوع من الاحباط مرعب. تمام. والاحباط يعني انه فقد الدافع لعمل اي شيء ايجابي. فانت تخيل الوضع اللي هم وصلوا فيه. بهذه المناسبة جاني سؤال من الكنترول روم، حد اتصل وسأل بيقول لو في شاب وصل للإحباط وأدى إلى الانتحار تحت اكتئاب شديد مرضي، هل ربنا يغفر له؟ ده أنا سوري مش بعقد الأمور، اللي هو الاتصال جاي كده يعني بخصوص هذا الإحباط. أنا عندي سؤال أديني كاتبه ده. طيب هو السؤال ده يعني متسع الاطراف و نسيبه شويه يعني اعتقد ان هو عشان نقدر نخدمه بشكل صح محتاجين نتكلم كتير، لكن اتركه في اخر حلقه لو في اذا في وقت في الاخر ممكن نتكلم طبعا. فيه فهم وصلوا الى حاله من الاحباط. الحاله من الاحباط ديت ضاف عليها شويه حاجات
تانية بقى ادتهم منافس للإحباط. أول حاجة بنسميها السماوات المفتوحة. إيه السماوات المفتوحة دي؟ مش بتاعت استفانوس طبعًا، يا ريتها كانت كده. آه لو أنا السماوات كانت تبقى جميلة صدقني. لكن السماوات المفتوحة ترم علمي معناه إنه النهاردة ما بقاش في أي حدود في الدنيا. زمان كان عندنا حاجة اسمها الحدود الثقافية. يعني إيه الحدود الثقافية؟ يعني أيام ما كنا إحنا مراهقين اللي عندهم تلفزيون، ما كانوش كتير طبعًا. عندهم قناتين. أنا ما كانش عندنا لغاية من قريب. لحد عندهم قناتين، والقناتين دول بيتدخل فيهم واحد اسمه الرقيب، هو اللي يحدد اللي ينفع يتعرض واللي ما ينفعش يتعرض. وتخلص الساعة 12 بالليل يمكن كمان. هو يخلص بدري والكلام ده كله، وهي حاجات متناسقة معانا. فكان بشكر بشكر كل الناس المصورين واللي في كنترول روم بيحطونا الحاجات دي على الشاشة. شكرا. شكرا ليكم. فالنتيجة انه كانوا قادرين يحافظوا على الهوية الثقافية بتاعة مجتمع شرقي محافظ. الكلام ده بقى اول لما ابتدى الساتلايت يظهر، الاقمار الصناعية، البث بالاقمار الصناعية، الساتلايت الاول هو اول حاجة شالت الحدود ديت، لانه اصبح عندك انت القنوات اللي موجودة في حتة تانية كتير. طبعا النت بقى جه فتح الدنيا على البحر، في ايدك فتح الدنيا على البحر دلوقتي. والجيل ده هم اصلا مش قادرين يفهموا ازاي احنا كنا عايشين من غير نت. ايوه طبعا، يعني معتقدين ان ده جزء من الاساس. وحتى دلوقتي انا نفسي فيه، لو رحت مكان ما فيهوش نت هبقى صعب، لان الاتصالات كله بقت. فالقصه انه السماوات المفتوحه دي خلته هو يقدر يعمل التركيبه بتاعته من الافكار براحته، وانت ما تعرفش هو ممكن يعملها ازاي. ضيف لكده طبعا اقدر احط في خانه السماوات المفتوحه ديت السوشيال ميديا. اعتقد جسرتها في واحد من الاسئله احنا ما وقفناش عندها كويس، ودي قصه لوحدها وحلقه لوحدها ممكن نتكلم فيها. لو بتكلم على تاثيرها ممكن يوصل لحاله من حالات الادمان، ممكن يوصل لحاله من حالات الحياه التخيليه، ان هو عايش في خيال والدنيا دي، فبيهرب منها من الواقع المحبط. الفيسبوك وكل الحاجات، كل السوشيال ميديا، انستغرام والسناب شات والحاجات دي كلها، اللي ممكن طبعا تستخدم بطريقة مفيدة، لكن للأسف جزء كبير جدا من الناس في السن دي بيهربوا من الإحباط للحاجات دي، فعمال يتحط في دماغهم كمية. وأنا سمعت لك محاضرات شهيرة عن فوائد وخطورة هذا الأمر. تمام. فبتبتدي النتيجة إن هو بيهرب من العالم الواقعي للعالم الافتراضي. العالم بتاع الإنترنت والحاجات دي اسمه الـ Virtual World، يعني العالم الافتراضي، لأنه فعلا افتراضي. انا بعيش فيه زي ما انا عايز، وبعن في اي حاجه انا عاملها، بلعب كوره واغلب اقوى الفرق. المزرعه السعيده ابن بدل ما فلاح فعلا، مش بعرق يجيب، عمال اطلع خضار وابيع واشتري وبقر وبتاع وحاجات بالمنظر دوت والقصه ديت. فاصبح الوهم اسهل من الواقع. فانت متخيل عمال الامور تتعقد معاهم ازاي؟ تمام. الواحد بيزداد تعاطفا واشفاقا عليهم فعلا بالقصه دي. ضيف لي كده هوت انه بعد كده هوت العالم اللي احنا عايشين فيه النهارده تتوفر فيه مصادر المعلومات بشكل غير مسبوق، يسموه الانفوبيديا، عالم ثوره المعلومات. انت لو عايز تعرف اي حاجه النهارده على تليفونك تعرفها في 5 دقائق بسهوله. احنا زمان كنا عشان نعرف حاجه كنا نروح مكتبه وندور على كتب وما نلاقيش المعلومه بتاعتنا والمطلوبة القصة دي. وصدقني بتصل بناس في أمريكا جايين يجيبوا لي كتاب معاهم لما طلعت. ده كان زمان. النهاردة دلوقتي انت تدخل على مش محتاج كل الكلام ده، هتلاقي كل اللي في الكتب موجود على الانترنت. فأصبح عنده توقع الجيل دوت ان هو فاهم كل حاجة. ودي الحقيقة عنصر خطير جدا، لأنه هو عنده في فرق بين المعلومة وانه يبقى عنده معرفة. ان انا يبقى عندي المعلومة معرفش استخدمها ازاي، لان دي محتاجة نوع من الخبرة. بيسقطوا عنصر الخدمة، بيقع من الخبرة، بيقع منهم تماما. رفضوا اي مرجعية، رفضوا اي حاجة من انواع ان احنا نسمع من يعني بيقولوا، كانوا بيقولوا زمان انه احد اسباب النجاح ان تبدأ من حيث انتهى الاخرون. ما عندهمش الكلام ده. طيب انا مش ضد ثورة 2011، لكن بسأل سؤال صدقني. يعني بسمع كتير انه بعد ثورة 2011 يناير 2011 في مصر، فكرة شباب كتير فقد المرجعية، هل ده ليه علاقة ولا ملهوش؟
لكن سؤال ملوش ليه علاقه، وده في علوم المجتمع في سمات ما بعد الثورات. طبعا مش سياسه خالص، انا مش داخل السياسه، انا بتكلم في سمات على فكره انه يعني كنايس كتير قالت ان في بعض الشباب تمرد، قال لك زي ما قالوا مثلا للرئيس الاسبق اسقط او ارحل، بيقولوا مثلا لخادم ارحل. فايه اللي حصل يعني؟ هل دي ليه علاقه بدي ولا ايه؟ يعني هو علميا في سمات لما للمجتمعات ما بعد الثورات تقعد تتعافى منها سنين، بغض النظر بقى عن نتيجه الثوره دي، احنا مش بنتكلم ولا صحتها المناهج اخلي بالسياسه، مش بنتكلم في القصه ديت، لكن في نتيجه انه حصلت حاله تمرد وانتفاضه بتتنقل في كل حته، حتى في البيت وحتى في الاصدقاء مع بعضيهم. يعني اللي حصل ان في نوع من هجر الصداقات مرعب في الوقت دوت حصل، وخناقات وخلافات، لانه خلاص الواحد بقى عايش في المود دوت، فالمود دوت بيأثر في القصه ديت. هما وصلوا لفكرة انه انا فاهم كل حاجة. اذا حضرتك اكدت الفرق ما بين قدر، دي حتة نقطة جميلة جميلة ودقيقة، الفرق بين اني انا اقدر احصل على المعلومة في اي لحظة، والفرق بين المعرفة المبنية على الخبرة نتيجة لوجود حد مرجعي. انا عايز اقولك في فرق ثالث بقى. اتفضل. يعني في المعلومة، في المعرفة، في الحكمة. طبعا. تمام؟ الحكمة هي الحكمة دي من الله بقى. هي حسن استخدام المعرفة. تمام يعني احنا لسه مشوار طويل جدا عشان الاستخدام الامثل للمعرفة. صحيح. لمجد الله وفائدة الناس. تمام. فوصلنا للحالة ديت، فأصبح مش عايز ياخد معلومة من حد، وفي حاجات ما بتجيش غير بالاختبار وبالخبرة. معلش تاني، يعني حتى لو يعني ما خلصناش كل حاجة، احنا قلنا في ثلاث حاجات مختلفة، وبيبقى هنا كأنها المعرفة او الحكمة المزيفة، انه بيعرف انه عنده، لازم انا افهم عيالي كده، عنده معلومة لكن هو محتاج للمعرفة ثم محتاج للحكمة، يقدر يعرف لك الحاجة الفلانية دي بكام، والطقس مش عارف فين في لحظة، ودي بقت بكام، وعربية ايه فين، لكن هيستخدمها ازاي، يستفيد منها ازاي، دي لسه مشوار محتاج شغل، دي المعرفة. المشكلة الكبيرة بقى انه انا عارف كل حاجة، اللي هي بقت المنهج بتاعهم واحد من الحجارة الكبيرة اللي حطها ابليس في سكتهم في ان هم يتقبلوا رسالة الانجيل، لانه انا عارف كل حاجة، مش محتاج انك تيجي انت في سنك انت ده تيجي تقول لي. هو دلوقتي مع الوضع الاخير كمان بتاع السنين الاخيرة، انا فاهم عنك وبيني وبينك انا بعترف واقر ان في بعض الامور هم فاهمين عننا، بالذات في التكنولوجي والحاجات دي. يعني انا لما اتزنق في حاجه لازم اروح لولدي اقول له حل لي المشكله دي على في اي حاجه تكنولوجي، هم لغتهم. تمام. بس الفكره ان انا اتصل بيك انت عصام صدقني بيصد قدامه باب كبير جدا، بيصد قدامه باب الانجيل، وباب ان هو يتقدم في حاجات كتيره ومحترمه، دي قمه الخطوره، عشان كده دي حاجه خطره جدا، بتمنى من قلبي برضو. طب علاجها ازاي بس؟ معلش لالا ما نلاقيش وقت. علاجها ازاي؟ احنا محتاجين ان احنا اللي هي ما تسمى المعرفه المزيفه دي. تمام. ان احنا نعلمهم ازاي هم بنفسهم يختبروا المعرفه اللي عندهم دي. هل المعرفه ديت مفيده؟ هل المعرفه دي متكامله؟ هل المعرفه ديت كافيه؟ ولا محتاجه جنبها عنصر اسمه الخبره؟ والمرجعيه؟ المرجعيه الحقيقه، المرجعية هو لازم يختارها، وبيختارها امتى؟ يعني انا عندي اختبارات كتيرة مع شباب كتيرة جدا في موضوع المرجعية ديت، لما بيحس بنوع من الثقة المتبادلة من الكبار بيقبل ان يعيد المرجعية اليهم مرة تانية، وهو مرجع ليه بشكل من الاشكال، لما يكسب الثقة، وهو ما انا مش هكسب ثقته غير لما هو يكسب ثقتي. لما احس ان انا بثق فيه في اجزاء معينة، انا طبعا هم فعلا في حاجات ينفع نثق فيهم فيها، بس احنا كشعب وثقافتنا ثقافة يتروح يمين قوي يتروح شمال قوي، يعني يرمي كل ثقتي في حد يا ما ثقش فيه خالص. تمام. لا، انا عايز اتعلم ان ابقى وسطي، في حاجات ينفع ان انا اثق فيهم فعلا، يعني انا ينفع اديهم حاجات في حدود التكنولوجيا والحاجات اللي هم بيعملوها، وابقى مطمن يعني بنسبة كبيرة جدا انهم هيعملوها صح. احنا لسه راجعين من جلسة فيها مجموعة شباب بينفذوا مشروع كويس جدا. صحيح. مدرسة الكتاب المقدس، وسبنا لهم ازاي يعملوا الحاجات دي. تمام. فانت اديتهم ال طيب معلش ممكن امر بسرعة بعض الاتصالات على الفيسبوك. عندي ارجو الصلاة من اجل كسر معطل للارتباط. طيب حاضر. ام رام مساء الخير الدكتور زكريا والضيف المبارك الاخ عصام، رجاء محبه بتاج صلاه من اجل ابن اختي اسمه رامي عياد، عنده التهابات شديده جدا
في دراعه مش نافع معاه اي ادويه، حاضر هنصلي لاجله. ثم المرنم يوسف صمويل، مساء الخير دكتور زكريا، مساء الخير يا اخي عصام، ربنا يبارككم، حلقه جميله ورائعه جدا، شكرا. طيب اتفضل. الحل، الحل ده بقى هو، وعلى فكره يعني محتاجين يعني بوينتس سريعه علشان الوقت. تمام. في تليفونات معينه تحب ناخد كام تليفون؟ طيب هناخد ثلاث تليفونات ويمكن يكون الاخرين لاني هناخد على الحل. طيب الو. ايوه اهلا بيك يا مفادي. مساء الخير. الو. ايوه عايز اكلم الاخ زكريا. ايوه مين معايا؟ ابو فادي مع حضرتك. اهلا بيك يا ابو فادي، اهلا وسهلا. الاخ زكريا معايا؟ انا مع حضرتك، اتفضل. انا بشكرك خالص على البرنامج ده انت والبشمهندس. تمام. لان فعلا كل اسره عندها شباب او بنت في سن مراهقه عامله شغل كتير وشغله تفكير الاب والام. تمام. لان انا بمر بالظروف دي. تمام يا فادي. انا معايا فادي في ثانيه ثانوي ومتفوق جدا، ومعايا ليديا في ثانيه اعدادي. حلوين. متفوقه. وبس للاسف ما بيسمعش النصيحه. ما هو سمعت انت سمعت التمرد، سمعت الجزء الاول يا ابو فادي؟ سمعت جزء التمرد. حضرتك من بدايه الحلقه. تمام. فبرضه مامته كل ما تقول له روح اجتماع خد خدمه، وانا بلح عليه من ثالثه اعدادي ان يقرا سفر الامثال والجامع والمزامير لان الموضوع ده مهم. طب خليك معايا عسل او ابو فادي، كلمه يا عصام، جميل بصراحه. اتفضل يا ابو فادي. امه وابوه بيقولوا اقرا وهو مش بيطيع دايما، عايزه يخدم مش بيخدم. تمام. طيب هو الفكر كمان انا بفكره بميعاد اجتماعه، مره يروح مره ما يروحش. ليدي عاد بقى ممكن مامتها تكون بتعمل مصلحه هي مش في دماغها خالص. طب خليك معايا ابو فادي. الدكتور الاخ عصام هيرد على حضرتك، اتفضل. بص يا ابو فادي، هو السن دوت الطريقه اللي بنوصل ليهم المعلومه او النصيحه جزء لا يتجزا من قبولهم للنصيحه او عدمه. يعني لما احنا بنتكلم طبعا خوفا على مصلحتهم. سمعت الجزء الاول في التمرد. تمام. لا انا اللي عايز اضيفه، ممكن انا بديله نصيحه، ممكن يكون قاعد قدام الطريقه مش محترمه، فممكن يستفزني. امه ترد على تقول له روح طب اخدم، ممكن يقول لها رد مش كويس. تمام. يعني احنا محتاجين نحتمل بعض التجاوزات منهم، ولما نقدم لهم نصيحه نكون بنقدمها لهم بطريقه يعني بنوضح لهم. انا صدقني انا كذا مره بقول له انت مش ابني، انت اخويا الصغير، لان انت بالطولي يعني عسل ان كبر ابنك خويه. ده كلام حلو. هو انا بروح الشغل بقول له انا شاب راجل. احنا نصادق اولادنا ديت احسن طريقه ممكنه للتعامل معاهم، بس لازم تطول نفسك شويه ومعلش انت اقبل شويه حاجات. يعني موضوع ان هو بيقعد قدامك مش باحترام، لا هي مش قصده ان هو يبقى مش باحترام، لكن هو الكود بتاع الاحترام ايامنا احنا، يعني احنا كنا نقف قدام اهالينا، ثقافه الجيل، ما نقدرش نقعد قدامهم. يعني اصلا لو قعدت قدام ابويا انا ايامي دي كان نوع من التجاوز بالنسبه لنا. هو النهارده مش حاسس انه بيعمل حاجه غلط لو قعد وحاطط رجل على رجل قدامك، مش قصده يضايقك ولا يهينك. وفي حاجه بتزعلني خالص يعني منه، ممكن يقول لامه انت جاهله. ما احنا لسه كنا بنقول القصه دي. ما هو بيزعق احيانا علشان الهويه. وحضرتك سمعت. شكرا جزيلا يا ابو فادي، وصدقني في اسم الرب يسوع فادي وليديا هيطلعوا قدام طالما انت حلو كده وبتربيهم. معانا مكالمه او اتنين علشان ايمن. اهلا بيك يا اخي ايمن. الو. الو. اهلا بيك يا اخي ايمن، اتفضل. اهلا بخير يا دكتور. مساء النور حبيبي، اتفضل. الله يخليك يا دكتور. يا دكتور انا عندي طفل واخد بالك 3 سنين وهو تعبان، مريض عنده مشاكل في المخ يعني. تمام. تمام. فطبعا يعني هو علاجه في مصر مش محدد قوي، يعني هو قالوا ان عنده مايح حوالين المخ وهتنطلق وحكيها، ومالوش حاجه اسمها عمليه الشنطه اللي كانت بيعملوها دي. تمام. في حاجه بتتعمل عمليات للطفل
الميه تنزل كده بعبوك كده. تمام. بعد كده انا حاليا بخلي زي اللوتر الهجر اللي بتاع امريكا بس انا معايا يا دكتور بنتين. لا ما سمعتش اخر حاجه ايه؟ جات له اللوتر الهجر. اللوتر الامريكا. اتفضل. ومعايا بنتين وحقيقه انا يعني بصلي كده لكن انا مش مستريح قوي لهناك يعني كاني برضه قلقان على بناتي عن المجتمع هناك والدنيا وفي نفس الوقت خايف اكون مقصر في عقل وقاعد ان هم يعني هناك. صدقني يا اخويا ايمن احنا طبعا يعني فهمني في اللي هقوله احنا مش ممكن نقول نصيحه في النقطه دي حاجه بينك وبين ربنا يعني لازم تسمع صوت الله لانه من جهه يمكن يكون في علاج للولد هناك افضل وكمان في ناس ربوا عيالهم هناك انا مش بقول لك روح او ما تروحش بس في ناس انا شفناهم هناك قديسين وقديسات في امريكا وفي اوروبا يعني وسط الشر اللي حواليهم هم اكثر قداسه من الناس في العزب المصريه فبرضه مش معناته ان انا مش بفتي اقول لك روح ولا ما تروحش بس كمان علشان فكره الولد لو ليه علاج هناك انت صلي اكتر واحنا هنصلي لاجلك وربنا يرشدك يا اخونا الحبيب اخر تليفون الو سمسم اخر تليفون اهلا بيك يا سمسم الو 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 ابن الرب من اسيوط اخر تليفون اهلا بيك يا ابن الرب الو الو اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اتفضل ممكن اكلم الاخ زكريا انا معاك حضرتك اتفضل تحت امرك مساء الخير يا اخ زكريا مساء النور يا ابن الرب اتفضل ارجو انكم انتم تصلوا لي عشان الابواب المغلقه الفوشي ربنا يفتحها حاضر باب الارتباط وباب الرزق تمام وصلواتكم لي امين في ايه بتقول جعلت امامك بابا مفتوحا ونختم الحلقه بالصلاه لاجلك شكرا يا ابن الرب اتفضل يا خاصم طيب احنا في منتهى العجاله نتكلم في يس معلش لكن كان لازم برضو لا جميل نسمع جدا المشاهدين جميل جدا وعلشان كده انا اتمنى اسمعهم اكتر بس هو الوقت محدود اقصد طبعا لكن اقصد يعني ايه شفت النبض قد ايه الموضوع اللي بنتكلم فيه حساس للمشاهدين اتفضل تمام يعني في هرم شهير للاحتياجات اسمه هرم مثلو تمام انا عامل هرم شبهه فيما يتعلق باحتياجات المراهق او احتياج الشاب مننا كان الحل للمشكله الحل عايز اقول اتمنى ان هم يكونوا بيعرضوه معانا كل شويه اذا عرضوه احنا عندنا خمس درجات لازم تبتدي من تحت لفوق طب الاول قمنا هنا الخمسه علشان برضو انا هقول الخمسه وحاول اركز على اول اثنين وكفايه تمام يا رب نلاقي وقت اذا الحين الخمسه هو الشعور بالامن انه يشعر بالامن معانا تمام الحاجه الثانيه التواصل الجيد الحاجة الثالثة القدوة الحسنة الحاجة الرابعة التدريب والحاجة الأخيرة الشعور بالكلمة. على الشاشة أحبائي المشاهدين ركزوا في الحاجات الخمسة الأمن التواصل اللي القدوة. حطه تحت هو الأهم قصدك طبعا القاعدة دايما الهرم بيتبني على القاعدة بتاعته نعم. لو حبيت أتكلم على موضوع الأمن دوت احنا طبعا استنتجنا ان الشباب شاعرين بنوع كبير من التوتر والضغوط والدنيا نعم. دي نعم. فأنا عايز أحسسه ان انا باب الأمن بتاعه عشان اقدر احسسه بالقصه ديت لازم ياخد مني القبول والحب غير المشروطين تاني ارجع اقول لك ما عنديش غير الله اتعلم منه نعم. مجتمعنا علمنا مبدا بايخ اسمه اعمل كده عشان احبك صح الله علمنا العكس قال لاني بحبك اعمل كده يا سلام الفرق كبير طبعا مش هنال الحب مقابل نتيجة حاجه عملتها او حاجه حلوه فيه بس لاني بحب الحب قوه ده محبوب ان انا محبوب ده قوه دافعه ليا ان اعمل الصح صحيح لما اشعر ابني ان هو او بنتي ان هم محبوبين كيفما كانت الامور وهو مطول شعره وهيلاقيني وهيلاقي نفسه في حضني وهو مش عارف رب دقنه وهو اي حاجه من الحاجات بنطلون بلبسه بنطلون اي حاجه بقى بالمنظر دوت هو محبوب في النص بقى لما اجي اقول له انت حبيبي وانا عايزك في افضل حال عشان كده بقترح عليك كذا طريقه السمع هتختلف في فرق ان انا كاني عايز اقول له ايه روح الحته دي ومن جوايا بقول له عشان احبك وانا مش شرط اقولها ببقي ما هي باينه تمام وبين ان انا احسسه بالحب بتاعي
وتكون النتيجة ان هو يعمل كده. الحاجة التانية اني اكون باب امن ليه، بعرف انه لما يبقى عنده مشكلة انا الباب الامن انا بتاعه. دي يعني لو اتعملت حلقة عن النقطة دي يعني عارف وقتنا زنقة جدا، لكن النقطة دي انا اختبرتها في حياتي وفي تربية اولادي وفي مشاكل كتيرة مرينا بيها فوضح لنا حتى لو ما قدرش نكمل. يعني ايه؟ يعني عندي وضعين ممكن اقابل بيهم خطأ ابني. تمام. واحد فيهم ازاي عملت كده؟ وبيحكي لك او لما سمعت. اه بالظبط. موقف القاضي او الادانه. تمام. طبيعي بعد مره واتنين هيهرب مني. تمام. وهيحكي لاصحابه اللي هيقودوه للتمرد والشر الاكتر. تمام. بنتي او ابني، وهيروحوا الناس بعاد كل البعد. صح. او يتصرف هو لوحده يعك الدنيا. بس غالبا هيروحوا الاشرار يعلموه. بالظبط. لكن لو انا حسسته ان انا باب الامن بتاعه وان انا هساعده انه يصلح غلطته مهما كانت هسمعه. واسمعه وطبطب عليه وهأمن له النجاة. يعني عمل مشكلة أنا جنبه، مش هسيبه لوحده مطلقا. ده ابني مهما كانت القصة في الآخر. حسسه أن أنا معاه مش ضده. مش بصلح له غلطاته. لا. خلاص في لحظة ما هو بيحكي لي الحاجة الغلط هي دي أهم لحظة، أن أنا ما زعقش فيه، ما صورش فيه، ما أقولوش أنت بهدلتني قدام الناس. الحاجات دي على فكرة، والأم الشاطرة اللي تحضن ابنها أو بنتها وتخلي بنتها في حضنها تحكي لها اللي ما تقدرش تحكي لصاحبتها هي الأم الشاطرة. تمام. فإذا أشعرت بالأمن أنا قطعت شوط كبير جدا في حسن استخدام، في حسن التعامل معه. النقطة التانية التواصل. تمام. إحنا المشكلة إنه التواصل في العائلات بيقل 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 بسبب الوقت. تمام. وبسبب الظروف بتاعت الدنيا اللي احنا فيها. بس أنا ما عنديش حل غير التواصل. تمام. الأسرة اللي مش متواصلة فيها مشاكل. صحيح. وبعدين دايما بقول يعني نعمل كده هوت إما نتحمل الكلفة بعد كده. صحيح. عشان أقدر أتواصل معاه لازم أديله الاهتمام والتقدير الكافيين. صحيح. الاهتمام والتقدير دوت إن أنا بكلمه، بتعامل معاه، بحضنه، بسلم عليه، بطبطب عليه، بقعد اساله، اتكلم معاه. اللمسه لمسه القبول، الهجز دي، الاحضان دي حاجه محتاجها المراهق جدا. صدقني محتاجها. الرب يسوع ما لمس الابرص وانت قلت لي قبل كده. بالظبط. يعني الرب لمس الابرص بتاع متى 8 عشان يقول له انت احتياجك لللمس ده. وفي لقى 17 قال لهم يلا روح على طول. بالظبط. انت محتاج وانا هدي لك الاحتياج ده. عمل تاثير رائع على نفسيته في القصه دي. فاحنا محتاجين نظهر لهم اهتمامنا وتقديرنا بالكلمات، بالاحضان، بالهدايا، ان كانت حتى بسيطه وتافهه. الحاجه الثانيه لازم ادي له وقت. طب تقول انا اجيب له وقت منين؟ اسال حضرتك سؤال، انت بتشتغل عشان مين؟ عشان ابنك. عشان ابني. اقول انا بقى حاجه بمنتهى الجراءه، عيش ابنك في مستوى اقل بس اديه نفسك افضل بكتير. صحيح. جدا. لما اشتغل، لو اشتغلت اقل، لو بقيت مالتي مليونير والواد والبنت ضاعوا، بنشوف احنا بنشوف الدمار والحزن. اذا نعيد الخمس حاجات. للاسف وقتنا خلص. وعزم سوري، لكن متوعدنا بحلقات تاني. قولهم لنا خمس حاجات مره تاني. الامن التواصل وبعدين القدوة والتدريب. يعني القدوة لازم أقول كلام وعيشه. أيوة. والتدريب أنا بعلمه ياخد قراراته صح. وما بقاش أنا عايزه نسخة مني. أيوة. والشعور بالقيمة إن هو يدور على مواهبه وطاقاته وأقدر أفجرها له ويشتغل بيها في دقيقة واحدة. أطلعبك تبص على الشاشة وتوجه كلمة أخيرة عن اعرف شبابك في دقيقة واحدة قبل ما نختم. للأسف وقت لكل شاب ممكن يكون قاعد بيسمعنا، أنت عرفت حاجات عن نفسك، عيش من خلالها أفضل عيشة. ربنا بيكشف لك الحاجات دي عشان خاطر تطور من نفسك وتعرف إيه اللي بيحصل معاك وتعيشها صح. لكل أب وأم ولادكم جواهر ربنا مديها لكم، حتى إن كانوا تعبينكم النهاردة. إحنا بنتعب معاهم، طبيعي إن إحنا نتعب معاهم النهاردة، لكن عشان نطلع حاجات رائعة. تسلحوا بنية الصلاة، تسلحوا بنية الثقة في الرب إنه يعمل معاهم حاجة عظيمة. لكل قائد شباب، لكل خادم، اللي انت بتعمله عمل عظيم جدا والرب بيبصله بتقدير عالي وعظيم جدا. اتمنى ان الكلام يكون سبب بركة لكل الفئات ديت، وبنعمة ربنا يكون لعلاقة افضل ما بين المخدومين والخادمين، ما بين الاولاد وابائهم. امين. ابونا العظيم، نحن نصلي في اسم ربنا يسوع المسيح لاجل كل طلبة صلاة، ولاجل كل مريض، ولاجل كل محتار، ولاجل كل اب وام، ولاجل كل خادم، ان تباركهم
وتعلمهم كيف يعرفوا ويربحوا شبابهم فيكونوا كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة في اسم الرب يسوع المسيح أمين. أخويا المهندس الجميل والصديق الغالي عصام خليل حلقة عظيمة جوهرة جميلة وأدعو المشاهدين يشاهدوها أكتر بتتزاع على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. بشكرك جدا وتوعدنا يكون لنا حلقات تانية مع بعض. يا رب الرب أمين. شكرا جزيلا أحبائي المشاهدين. الوقت الحلو بيمشي بسرعة. نصلي أن أسركم أولادكم بناتكم يكونوا دايما للمسيح. أترككم إلى حلقة قادمة من برنامجكم نارا نورا.